بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نتابع مع بعض دراستنا في إنجيل القديس مرقس، وإحنا خلصنا لحد عدد 21 في الإصحاح الثامن. الإصحاح الثامن بدأ بمعجزة إشباع 4000 أسرة من 7 خبزات وقليل من صغار السمك. ده حتى الإنجيل اللي احنا سمعناه النهاردة في القداس، ثالث يوم صوم يونان. وبعد كده وطلعوا ب7 سلال التلاميذ، وشفنا أوجه التشابه والاختلاف بين المعجزتين بتاعت 5 خبزات و7 خبزات. وبعدين راحوا ركبوا السفينة، وهناك في السفينة ربنا عطاهم درس. فاكرين الدرس؟ لما كانوا ما معهمش خبز غير رغيف واحد، فقال لهم تحرزوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس. فهم فكروا بالناحية المادية، قالوا ايه؟ قالوا احنا نسينا نجيب معانا اكل، نسينا نجيب معانا خبز. فقال لهم برضو كده، يعني كل ده ولسه ما تعلمتوش، كل ده ولسه الايمان مش يعني مهزوز. ازاي أنا وكلت 5000 أسرة ومن 5 خبزات و2 سمكة، كم قفة أخذتم؟ قالوا له 12. قال لهم طب وال 4000 من 7 خبزات وقليل من صغار السمك؟ قالوا له طلعنا ب7 قفف. قال لهم طيب، يبقى أنا مش بقصد الخمير، يعني خمير الخبز، أنا قصدي الخمير اللي هو الإيه؟ التعاليم والأفكار والمنهج والمبادئ بتاعت الفريسيين وبتاعت ايه؟ هيرودس. وشفنا الحاجات بتاعت الفريسيين اتناقشنا فيها المره اللي فاتت، والحاجات ايضا المش كويسه بتاعت هيرودس اللي المسيح بيحذر اولاده او تلاميذه منها. بعد كده نبتدي بقى النهارده من اول عدد 22. عدد 22 فبيقول: وجاء الى بيت صيدا فقدموا إليه أعمى وطلبوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وأخرجه إلى خارج القرية، وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله: هل أبصر شيئا؟ فتطلع وقال: أبصر الناس كأشجار يمشون. ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع، فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان جليا. فأرسله إلى بيته قائلا: لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية. معجزة دي بينفرد بها القديس مرقس في إنجيله، مش موجودة في بيت الأناجيل، اللي هي شفاء الأعمى على مرحلتين، وحصلت في بيت صيدا. فبيتسمى الأعمى ده أعمى بيت صيدا، يعني على أساس الناس تعرفه، غير حادثة المولود أعمى اللي تمت في أورشليم، وشفى المسيح برضو على مرحلتين، مرحلة وضع الطين ومرحلة الاغتسال. لكن المرة دي البصر نفسه في الأعمى بتاع بيت صيدا، البصر نفسه عاد على مرتين. يعني الأول شاف الدنيا متشوشة كده، بيقول أنا شايف الناس كأشجار يمشون، وفي المرة الثانية إيه؟ بقى كويس خالص، يقول لك أبصر كل إنسان جليا. فأرسله إلى بيته قائلا: لا تدخل القرية. بيت صيدا في شمال بحيرة الجليل جنب كفر نحوم، والراجل الأعمى ده برضو زي ما حصل قبل كده في أكتر من حالة، يقول لك قدموا إليه أعمى. ودي يعني تدينا فكرة عن ان احنا ممكن نقدم للمسيح اي حد، اي حد يكون في ظروف مش كويسة ومحتاج معونة نقدمه للمسيح. اكبر خدمة نعملها مع الناس ان احنا نقدمهم للمسيح، او نجيب لهم المسيح، او نقدم لهم المسيح. أعظم خدمة عملوها التلاميذ أو الأهل بتاع الرجل ده،
إن هم يقول لك إيه؟ قدموا إليه أعمى، قدموه للمسيح. أعظم خدمة قدموها له إن هم قربوه من المسيح. دي أعظم خدمة إحنا ممكن نعملها مع أي حد، إن إحنا نقدمه للمسيح حتى ولو مش بالجسد، حتى ولو في الصلاة نقدمه للمسيح. يعني أنا لما أصلي من أجل حد أنا بقدمه للمسيح، لما بحط واحد قدام ربنا في الصلاة أنا كده بقدمه له، بقول له يا رب من فضلك مد إيدك يا رب بالشفاء لي، هو محتاجك يا رب. ناس كتيرة جدا النهاردة بعيد عننا عميان، أعين قلوبهم مغلقة تماما، مش شايفين النور، مش شايفين الحق، مش شايفين اللي حواليهم المحتاجين حواليهم أو اللي في ظروف صعبة حواليهم، مش شايفين. وده درجة أو نوع من العمى، نوع من العمى إن الإنسان يبقى مش شايف، مش شايف النور، مش شايف الحق، مش شايف اللي حواليه. ودي حاجة يعني موجودة في كل الأجيال، في ناس كتيرة بتعتمد على السماع بس. طب افتح عينك عشان تشوف، يسمعوا عن ربنا بس، افتح عينك، افتح إنجيلك وافتح عينك عشان تشوف بنفسك، مش كفاية انك تسمع عنه. حتى قصص الإنجيل النهاردة ناس كتيرة مجرد بتسمع، والسماع احيانا ما يكونش ايه دقيق، لقط حته ما لقطش حته. ساعات ابقى مثلا تاخد ده بتاعك، وساعات الواحد يسمع حاجه يكون هو مركز عليها وتفوت منه حاجه اتقالت بس هو مش مركز عليها، لما يقرأ ويفتح عينه ويشوفها بتتصور في ذهنه، بتتصور الحقيقة في ذهنه. العين أصدق، أصدق من الودن. زمان مرة كنا في مؤتمر كده أو حاجة، بعدين عملوا لنا تجربة عشان يورونا إزاي إن ممكن الحقائق ممكن ان هي ايه عبال ما توصل من واحد للتاني للتالت للرابع تكون ايه طرنص طرنص التفاصيل بتاعتها وتغير ربع التفاصيل بتاعتها. يعني مثلا ايه، انا فاكر يعني كان اربعة اتحكت لهم حكاية وواحد جاي ايه من ما سمعش القصة فبيسمع كل واحد يقول له الحكاية، فده قالها له بطريقة وده قالها له بطريقة وده قالها له بكل واحد، مع ان الاربعة سمعوا نفس القصة بالظبط لكن كل واحد حكاها بطريقة، واللي حط عليها شوية فلفل وشوية بهارات، واللي حط عليها شوية فكاهة من عنده، وكل واحد حب يحكي القصة بطريقة كويسة. وفي الآخر الراجل بقى اللي هو الايه اللي جاي من بعيد ده من بره ما سمعش القصه الحقيقيه، ما سمعش القصه الحقيقيه، قالوا له بقى احكي لنا انت طلعت بايه، احكي لنا القصه. طبعا ايه حكى حاجه مختلفه بنسبه اكتر من 50% من القصه الحقيقيه. فلا يكفي ان احنا نسمع، لازم نشوف بعينينا، لازم نشوف بعينينا، لازم نشوف بنفسنا، لازم علاقتنا مع بعض مع ربنا تبقى علاقة شخصية، عينينا تتفتح عليه عشان نشوفه ونحس بيه وهو ينور لنا. دي مش هتيجي غير وانا اقعد اقرا الانجيل كده واقول له يا رب افتح ذهني، اكشف عن عيني
فأتأمل عجائب من شريعتك. قصص كتير حتى من الإنجيل تلاقيها اتحكت، وده حكاها وده حكاها وده حكاها، زي كنت بحكي في يونان النهاردة. الناس بقت بتقول إيه؟ بتقول ما هو الناس كانوا حلوين فتابوا، علشان يونان مجرد قال لهم توبوا فتابوا، وقالها لهم كده من غير نفس. جبتها منين دي؟ قال لك أصل هو المسيرة بتاعت المدينة 3 أيام، هو مش يوم واحد، فيبقى هو عمل خدمته من غير نفس كده وقال لهم توبوا، بس هم تابوا، هم كانوا الحلوين وهو اللي كان بيكلمهم من غير نفس. القصة دي كلها مش غير مطابقة للإنجيل. ما حصلش كده، ما حصلش. ما نقرأ، نقرأ بتدقيق، ما حصلش. ما قال لهمش توبوا أصلا يونان، ما قال لهمش توبوا يونان. قال لهم بعد 3 أيام تنقلب المدينة، هتهلكوا، المدينة دي هتولع باللي فيها، أو يعني ما قالش بالتحديد كده، بس قال ستنقلب المدينة بحسب يعني الترجمة اللي بين إيدين. بس طبعا رسالة مرعبة. ويونان لما نفهم من السفر برضو من النوع اللي بينفعل، يفرح قوي وإيه ويزعل قوي، يعني هو طبيعته كده، يفرح بأقل حاجة، اليقطينة، يقول لك فرح فرح عظيم قوي عشان حتة اليقطينة اللي طلعت غطت عليه، وزعل لما كان عايز خلاص مش عايز يكمل، عايز يموت لما اليقطينة دبلت وماتت. فهو من النوع اللي بينفعل. لكن إن الناس اللي عايشين في عبادات شريرة ونجاسات وشر وظلم يتوبوا في يوم واحد، ده معناه إن هم اترعبوا. هم قال لهمش توبوا، هو قال لهم بعد 3 أيام تنقلب المدينة، فخافوا، قالوا طب إحنا نتذلل وننسحق قدام ربنا ونتوب ونسيب الشر اللي في إيدينا لعل الله، لعل الله، لأن هم سألوه أكيد، يعني مش مكتوب يعني كده، بس من السياق نفهم واحد بيصرخ في الشوارع وبيقول بعد 3 أيام تنقلب المدينة، بعد 3 أيام تنقلب المدينة. طبعا 3 دي في النص السبعيني 3، وهو طبعا الكنيسة معتمدة وهو ده الأقرب إلى المنطق. فهم قالوا لا، نصوم، فصاموا 3 أيام دول وتابوا، وهم مش عارفين هتنقلب المدينة ولا ربنا هيغير رأيه ويقبل توبتهم ويرحمهم، لعل الله يرحمنا. فدي القصة. فالكرازة بتاعت يونان كانت كرازة نارية، نارية، عشان تخلي البلد كلها تترعب، تترعب وتسيب اللي في ايديها وتغير مسيرها وتغير كل العادات الوحشة، يقولك تركوا الشر اللي في ايديهم. فالفكرة ان احنا لازم نقرب نفسنا، لازم نقرب نفسنا، ما نعتمدش على السماع، لازم عينينا تتفتح ونشوف. نرجع للرجل اللي كان اعمى، اعظم حاجة ان هم قدموه للمسيح عشان يفتح له عينيه. ما كان ممكن يقول خلاص ما انا متكل على وداني اللي بسمع بيها وخلاص. اي ودانك دي ممكن ما بتلقطش كل حاجة، مش هتعرف تكون الصورة كاملة. من فضلك لازم عينيك تتفتح وتشوف ربنا فعلا، هتفرق معاك خالص، هتفرق، هتفرق. فقدموا للرجل الأعمى للربنا يسوع وطلبوا إليه أن يلمسه. هم عارفين فكرة اللمس دي، عارفين أن في قوة بتخرج منه، شافوها مع المرأة اللي كانت بتنزف دم بقالها 12 سنة لما لمسته، وشافوها في حاجات كتير، حطوا الخبزات في ايديه، مجرد ان بيلمس بيدي قوة، الحاجات ما بتخلصش فيها بركة،
وفي حتة تانية كان برضو في إنجيل مرسل جميع الذين لمسوه إيه برئوا أو نالوا الشفاء. فاتكررت كذا مرة كل من لمسه شفي، آخر آية في الإصحاح السادس. وبرضو حاجات يعني كذا معجزة، فهم عارفين إن هي لمسة. لكن السيد المسيح عمل المعجزة بطريقة شوية مختلفة. أول حاجة أخده على جنب لوحده، قال له بص عشان تاخد حاجة مني لازم إيه نركز مع بعض شوية، لازم يبقى على انفراد، لازم تبقى إيه مركز معايا. يقولك فأخذ بيد الأعمى وأخرجه خارج القرية خالص. ده هو تلميذ ليه ولا إيه؟ ده بيعمل زي التلاميذ كده، بياخدهم خارج البلد ويقعد معهم أعداد خاصة ويشرح لهم ويديهم نور ويديهم نعمة. يقولك أخرجه خارج القرية، وكأن ربنا عايز يديله حاجة خاصة بيه هو لوحده، مش أي حد تاني في القرية، عايز يديله حاجة خاصة بيه هو لوحده. فأخرجه خارج القرية لوحده، يقولك أخذ بيد الأعمى، برضو فيها الحنية إن الأعمى مش عارف السكة كويس طبعا، فأخده بإيده كده تعالى حبيبي تعالى. وكأن ربنا لما بنقدم له حد بياخده بالراحة كده، ياخده بإيده بالراحة، مش بالعافية، مش بعنف ولا بشدة. دايما ربنا حاسس بألمنا وحاسس بظروفنا وحاسس بأن احنا في احتياج كبير وفي ظروف ضعف، احنا ضعفاء محتاجين حد ياخدنا بايدينا. فاخدوا من ايده، اخرجوا خارج القريه. يعني الانفراد مع المسيح ده ضروري عشان اتمتع باللمسه بتاعته، عشان اتمتع بالشفاء، عشان اتمتع بالنور اللي هيدهوني. بعد كده بيقول تفل في عينيه ووضع يده عليه وساله هل ابصر شيئا. فكره تفل دي احنا فيها سر طبعا، فيها حاجة من اللعاب بتاع المسيح وفيها سر احنا مش ما اقدرش اقول ان انا عارفه. يعني زي ما عمل مع الاعمى المولود، المولود اعمى اللي هي في يوحنا 9، ده شخص اخر كان بيشتغل شحات على باب الهيكل في اورشليم، اما ده في الجليل في بيت سايد. فيقولك تفل في الارض وصنع من الطفل طينا وطلب الطين عيني الاعمى. هنا فيها طين، فيها خلقة. أما دي فعطاله حاجة كده من فمه، كأنه عينينا بتنور. يعني أنا بقوله ده تأمل، يعني ممكن حد يقول تأمل تاني أحسن منه كمان. عينينا بتنور لما ناخد من فم المسيح، لما كلامه يدخل قلوبنا ويدخل عقولنا ينورها. احنا محتاجين حاجة من فم المسيح. بحب الترتيلة اللي بتقول ايه، من فمه يأتي ايه شبعي، ينبوعه يروي ظمائي. من فمه يأتي شبعي، الله، من فم المسيح ناخد النور. ايوة من فم المسيح، يعني بكل كلمة تخرج من فم الله يحيا الانسان ويستنير. فعايز يقول كده يمكن انه من فم المسيح يأتي النور. بس الموضوع هنا جاي شوية بالتدريج، فبيقول له انت شايف ايه؟ قال له الدنيا نورت، بس مش قادر يعني احدد الملامح، مش قادر احدد الملامح، شايف الناس كأشجار يمشون. طبعا التلاميذ كانوا معاه مع المسيح، يعني هم برا القرية، لكن التلاميذ معاه. بالمناسبة بيت صيدا دي البلد بتاعت مين؟ أنا نسيت أقول، مين كان من بيت صيدا؟ بطرس واندراوس، دي بلدهم. بطرس كان من بيت صيدا، هو واندراوس صيادين، يعني من ضمن المدينة، من ضمن القرى اللي حوالين البحيرة. المهم إيه؟ بيقول له شايف الناس إيه؟ تطلع وقال أبصر الناس
كأشجار يمشون. وكأنها مرحلة بدأ العينين تنور، لكن مش قادر يحدد التفاصيل والملامح بتاع مين ده ومين ده ومين ده. بعدين ثم وضع يديه أيضا على عينيه وجعله يتطلع، قال له بص بقى، فعاد صحيحا وأبصر كل إنسان إيه جليا. زي عارفين الناس اللي بيشتغلوا في عمل النظارات يحط كده عدسة ويقول لك أنت شايف إيه، تقول له شايف الدنيا مزغللة، وبعدين يحط حاجة تانية يقول لك شايف إيه، يقول لك تقول له أيوة أنا كده شايف كويس. فالإنسان بيتدرج، والمعجزة دي بالذات علشان المسيح واخده على انفراد ومعاه وقت، فبيشرح له بالتفصيل بقى وبيدرجه كمان، وكأنه عايز يدينا احنا كلنا درس ان الاستنارة ما هياش مرة واحدة، الاستنارة بتيجي بالتدريج ومع وضع يد المسيح اكتر من مرة. يعني هو حط ايده في الاول، طلع له الاول من فمه، وبعدين حط ايده، وبعدين حط ايده تاني، وكأن المسيح ما عندوش مانع يحط ايده علينا مرة واثنين وثلاثة واربعة، وكل مرة نشوف أحسن من الأول، كل مرة نشوف أحسن من الأول. والإنسان يعرف يشوف عن بعد كمان، لأن احنا بنتكلم على مستوى روحي طبعا، مش بنتكلم مع مجرد عن المعجزة دي من بره. يا معجزة شفاء رجل كان أعمى فقد بصره في وقت من الأوقات، لكن هي بتتكلم على العينين الداخلية اللي المسيح بيديها لنا، العيون اللي بتشوف إرادة ربنا، اللي بتشوف الحق، اللي بتشوف النور الإلهي، اللي بتشوف إخواتها اللي تعبانين وبتروح تقدم لهم عمل رحمة. يعني في مثلا السامري الصالح، المثل ده عدى على الرجل المجروح اللي كان متروك بين حي وميت، عدى عليه ناس كتير مش كده؟ السيد المسيح بالتحديد قال عدى عليه كاهن وعدى عليه لاوي، يقول لك اجتزى مقابله، يعني مشي في الناحية التانية من السكة كأنه شايف حاجة. نقول عليهم ايه دول؟ دول فاقدين البصر، دول مش شايفين عمل الرحمة، شايفين حاجة تانية. ايه يا ترى الحاجة التانية؟ مش عارفين، ممكن يكون اهتماماتهم الخاصة وانشغالاتهم الخاصة عامتهم عن الناس، عامتهم عن عمل الرحمة، خلتهم عميان، محبتهم للمال، محبتهم لأمورهم الخاصة. وممكن يكون نتيجة برضو، يعني ده مرجح، انهم خافوا يتنجسوا، لان الرجل ده مش معروف حي ولا ميت، ويقول لك ترك بين حي وإيه وميت، يعني تقريبا ما بيتحركش وفي دم. فهم لما بصوا قالوا ايه؟ قالوا لو كان ميت شغلانة. الشريعة بتاعت العهد القديم فيها ان اللي هيلمس الميت يتنجس، يقعد 7 ايام، ولازم طقس عشان يتطهر، طقس بتاع البقرة الحمراء والرماد بتاعها والمية، وترش على المية في اليوم الثالث عشان يوم السابع يبقى ايه؟ يبقى طاهر، اسمه تنجس لميت. فهم برضو مش عايزين يتنجسوا، مش عايزين حاجة تعطلهم، فخلتهم الحاجات دي ايه؟ عميان عن عمل الرحمة. لكن اللي ربنا بيلمسه بقى عينيه بتفتح وبتنور، ويبتدي يشوف كل إنسان جليا، وكمان يشوف أعمال الله يتممها، يشوف ان في رسالة له هنا او هنا او هنا يتممها، يشوف الحق ويشهد ليه حتى لو كان هو لوحده، حتى لو كان هو لوحده اللي بيقول كلمة الحق ضد كل التيارات اللي موجودة، يشهد للحق. وربنا ينور له عينيه اكتر فاكتر، كل شوية يفتح الانجيل ويقول يا رب حط ايديك على عيني، عايز أشوف أفضل. ويفرح، الرؤية جميلة مفرحة، النور مفرح. يعني أنا أفترض مثلا لو إحنا هنا عندنا برج عالي
مبنى عالي يعني في المنطقة. وحد قال لي ايه، بص انا هوريك، انا عندي تلسكوب كده تشوف بيه الداون تاون على بعد 30 مايل، تشوف بيه ابراج الداون تاون بالكامل وتشوف كل حاجه. بص كده، فابص اشوف التفاصيل، هبقى مبسوط ولا مش مبسوط؟ هبقى مبسوط جدا، شفت حاجه عن بعد بتفاصيلها. مع الفارق يعني الأمور المادية كلها ملهاش قيمة كبيرة، لكن لما بشوف أبعاد في عمل ربنا، لما بشوف ربنا بيكشف لي كلامه وأسراره ومشيئته ترتيباته ومراحمه، أفتح الإنجيل كل يوم وأشوف الكنوز دي تتفتح لي وتنور عيني وأفرح بيها، مفرحة جدا. الرؤية مفرحة، النور مفرح، الضلمة مزعجة ومقلقة، النور مفرح. بس المعجزة دي نموذج جميل لينا على فكرة التدريج، وفكرة إن المسيح يحط إيديه علينا مرة واثنين وثلاثة وأربعة وينور لنا أكتر ونشوف كل حاجة بوضوح أكتر. إن الرؤية دي نسبية طبعا، واحد بيشوف لحد قد كده والتاني ممكن يشوف أكتر والتالت ممكن يشوف على بعد. في ناس بيقولك نظرهم حاد جدا يقدروا يشوفوا عن بعد كبير، دول كانوا بيحطوهم ايه، بيشغلوهم رقباء. رقباء يقول لك ده رقيب يشتغل مكانه، يشتغل في الحراسة على أسوار المدينة بحيث انه يبقى بيشوف عن بعد علشان يدي تنبيه. فحاجة جميلة ان الانسان يبقى ايه، عينيه تفتح كده. طالما حاطت نفسه في ايد المسيح كل شوية هيقول له يا رب مش شايف كويس، انا شايف الدنيا مشوشرة، ممكن تحط ايدك وتنور لي؟ يقول له حاضر. كل ما يحس ان الدنيا مشوشرة يطلب من المسيح ينور. فمعجزة لطيفة خالص انه ايه، شوفي على ايه، على المرحلتين دول. فبقى في نمو في الرؤية على درجات أو نمو بقى في الحياة الروحية، الرمز بتاعها نمو واستنارة مستمرة في الحياة الروحية، استنارة مستمرة في الحياة الروحية. كل اللي احنا محتاجينه ايه؟ أسلم نفسي بين إيدين المسيح. هو عمل ايه؟ عطى إيده كده للسيد المسيح، كانش شايف حاجة، عطى إيده للسيد المسيح. طب مش خايف ياخدك في أي حتة، يرميك في حتة، يوقعك؟ لا طبعا، أنا مسلم حياتي للمسيح، مش هيسيبني ومش هيأذيني، بالعكس هيديني فوق ما أتخيل، فوق ما أتصور، فوق ما أنا أستحق. هيديني أنه محب، محب وشفوق وحنون، وهيديني من فمه كلام ينور لي عينيا زي ما عمل مع الراجل ده. فكل اللي أنا محتاجه أن أنا أسلم نفسي بين إيدين المسيح وأديله وقته، أترك له وقتا ليعمل. ممكن يشتغل معايا على مراحل، لأنه هو عارف إمكانياتي وعارف إن ده اللي يفيدني علشان ما أفقدش توازني. يعني بصوا، ممكن إيه، أنا عايز أخلي واحد يتحرك بسرعة، لو زقيته زقة جامدة هيقع، هيفقد توازنه. أنا كان مثلا بحسب فهمي المحدود عايزه يتحرك بسرعة، لكن الحقيقة أنا ما أفدتوش، لأن عشان يتحرك لازم يحصل توافق بين العضلات والرجلين عشان خاطر يقدر يتحرك. لو أنا شديته ولا زقيته علشان يتحرك بسرعة هيقع، هيفقد توازنه. هكذا في الحياة الروحية ربنا بيمشي معنا بالتدريج، وإلا القفزات دي تخلي الإنسان يفقد توازنه، توازنه الروحي. ممكن يتكبر، ممكن النور الزيادة المفاجئ يأذيه، ممكن يحس إنه هو أحسن من غيره، ممكن يتعالى، ممكن يتقسى، ممكن بيفقد توازنه النفسي. فعشان كده ربنا بيمشي معانا بالتدريج وبيدينا كل ما بنقعد معاه يحط ايديه يفتح عينينا.
ويخلينا نشوف بطريقة أكثر وضوحا. واضح؟ فاحنا لازم ندي له وقته. يبقى بنسلم حياتنا ليه، تمشينا يا رب زي ما أنت عايز، استخدنا بره الناس كلها وليكن، خرجوا بره القرية بعيد عن الناس كلها. حاضر يا رب، أنا مستعد أبقى معاك في أي مكان وفي أي وضع. وبعدين أدي له وقته يشتغل معايا علشان خاطر في النهاية تطلع نتيجة حلوة جدا ومفرحة. وبعدين قال له بص، تروح بقى على بيتك على طول، ما تروحش ايه تحكي يمين ولا شمال في الوقت الحالي. وده كان يعني لسه السيد المسيح مش عايز يبقى الأمور يحصل فيها شوشرة كبيرة، مع ان كان قرب يعني الصليب الى حد كبير، لكن قال له لا، بس دلوقتي في المرحلة دي تروح على بيتك. أرسله إلى بيته قال لا تدخل القرية ولا تقل لأحد في القرية. ده واضح إن هو إيه، الأعمى ده ساكن مش ساكن قوي في بيت صيدا، لكن هما جابوه له بيت صيدا. فلما خرج بيه بره قال له روح على طول على بيتك، ما تدخلش تحكي. ساعات الحكايات الإنسان يبقى فيها فعلا ناكر نفسه بيمجد ربنا، بيحكي عمل ربنا، لكن أحيانا كتير بتبقى الحكايات دي فيها تمجيد للذات. يعني احنا ما شفناش الست العذراء بتحكي حتى ليوسف، تخيلوا ما حكيتش ليوسف ان الملك جالها، ما شفناش بتحكي. حتى اليصابات عرفت بالروح القدس، عرفت بإلهام إلهي مش من العذراء، كانتش ناوية تقول لها ولا قالت لحد. ده فين بقى بعد كده لما القديس لوقا يعني ايه عرف يوصل بقى للتفاصيل وقال لها تقولي لي كل التفاصيل عشان هندونها للناس، لكن هي ما حكيتش لحد. الحقيقة انا يعني بفضل كده ان الانسان يحفظ سره مع ربنا، يداري على شمعته عشان تفضل منور. ساعات ناس يجي لها مثلا حلم، أحلام معينة، وتكون حاجة معزية ومن ربنا وجميلة، فلما يحكوه لي أقول لهم طيب دي حاجة معزية ممكن تكتبوها كده لنفسكم، بس ما تحكوهاش لحد، ما تحكوهاش لحد، دي تعزيات من ربنا، خليها كل واحد لنفسه يتعزى بيها ويفرح بيها. لأن أحيانا الحكاوي بتبقى فيها شوية بيدخل فيها بقى عدو الخير، فيها افتخار وفيها تعالي، وأحيانا تسبب احتقار من الناس وحسد من الناس، وندخل في متاهات وفي جدل. إيه لازمة كل ده؟ خليها نشوف إذا كان من ربنا حاجة حلوة تبقى حلوة، هتتحقق وتبقى تعزية حلوة منه. إذا ما كانتش من ربنا هتتكشف، هتتكشف. فخلينا إيه، نحافظ على سرنا، نحافظ على سرنا. فقال له تعمل كده وتروح البيت بتاعك والقرية بتاعتك. قال له حاضر. ثم خرج يسوع، عندنا مرحلة جديدة بقى في عدد 27، ثم خرج يسوع وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيلبس، وفي الطريق سأل تلاميذه قائلا لهم من يقول الناس إني أنا؟ فأجابوا يوحنا المعمدان، وآخرون إليا، وآخرون واحد من الأنبياء. فقال لهم وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب بطرس وقال له أنت المسيح. فانتهرهم كي لا يقولوا لأحد إيه عنهم. القديس مرقس هنا الحقيقة حطت الحادثة دي كلها في 4 آيات، قديس متى شرحها بتفصيل أكبر، لكن هنا حطتها في قديس متى شارحها في مساحة أكبر وحاطط فيها تفاصيل أكتر. قديس ماري مرقس هنا حاططها بسريعة يعني. فقيصرية فيلبس دي شمال بحر الجليل بمسافة، دي قرى وحتت جبلية زي ما اتفقنا، بحر الجليل ده تحت الأرض 210 متر تحت سطح الأرض، الجبال كلها نازلة 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 زي
حفرة كبيرة ضخمة جدا عاملة البحيرة الضخمة الكبيرة دي تحت الأرض دي، ده بحر الجليل. وبعد كده جبال بقى، الحكاية بتطلع تطلع تطلع تطلع، هضاب وجبال هضاب وجبال. المنطقة الشمالية جبال عالية جدا، المنطقة الشمالية الشرقية شوية، واحنا رايحين كده على دمشق. فبتطلع بقى هي بيسموها بعد كده مرتفعات الجولان، اللي هي دلوقتي مرتفعات الجولان. فدي مناطق عالية وفي جبال عالية جدا فيها، فالمنطقة دي اسمها ايه؟ قيصرية فيلوبوس، قيصرية فيلوبوس. فراح خدهم، ودي كانت عادته مع التلاميذ، ياخدهم في أماكن هادية بعيدة عن الايه؟ بعيدة عن الناس، يتعلموا ويصلوا وهكذا. ف بيسألهم بقى سؤال خاص جدا جدا، عايزكم تقولوا لي الناس شايفاني ايه وشايفاني مين وبيقولوا ايه. طبعا التلاميذ يعني ما كانوش مع المسيح يعني 24 ساعة، يعني بيروحوا ويجوا، بيسيبوه مع الشعب شوية وهم يتكلموا، يروحوا يجيبوا حاجات، يجيبوا أكل يعملوا، فبيختلطوا بالناس يعني. فبيقول لهم عايزكم تقولوا لي، فقالوا له، في ناس بتقول يوحنا المعمدان، ويمكن اللي أشاع الإشاعة دي كان مين؟ مين اللي أشاع أن يوحنا المعمدان أم من الأموات؟ هيرودس. هيرودس، هيرودس كان خايف من ساعة ما قتل يوحنا، فبيقول ده يوحنا، هو ده، ده يوحنا اللي قام من الأموات. فالمهم يعني الناس بتردد الكلام، ايه الناس بتردد الكلام على مين اللي قال. مع للأسف كده هي الناس معظمها مش أقوياء يعني، ما لهمش رأيهم الخاص، بيكرروا الكلام اللي بيتقال، بيكرروا من غير ما يفكروا، من غير ما يفحصوا. مع الأسف ده ناس كتيرة كده. طبعا احنا بنحاول نرفع من الوعي ونخلي لا، ما ترددش أي كلام، افحص بنفسك وادرس بنفسك وشوف بنفسك ودور على الحق بنفسك. الناس بتردد اي كلام. فردوا في بيقولوا يوحنا المعمدان، وناس تانية قالت ده ايليا، وناس قالت ارميا جت يعني في انجيل تاني، وناس قالوا طب ده واحد من الانبياء، يعني ده حد. طب وما ينفعش يكون حاجة تانية متفردة؟ الناس عايزة استنباط في ذهنها، وفلان ده يبقى هو كده، ده زي ده، لا ما فيش حد زي حد. لازم نكون فاهمين كده، كل واحد له البصمة بتاعته، كل واحد له الشخصية بتاعته، ما ينفعش المقارنات، وكل واحد ربنا عطيله وزنات غير التاني، مش لازم ده يبقى زي ده يبقى زي ده. في حاجات متشابهة كتير في القديسين، طبعا في صفات متشابهة في القديسين، وفي صفات متشابهة في الأشرار، في صفات متشابهة في القرايب، وفي صفات مختلفة وهكذا. مهم إيه سيد المسيح كان غرضه؟ يقول لهم طيب وإنتوا بقى، إنتوا تلامذتي اللي عشتوا معايا السنين دي كلها، تقولوا عليا إيه؟ أنا مين؟ أنا مين؟ بعد كل ده أنا أبقى مين؟ فبطرس هو اللي على طول عنده حتة الاندفاع، بس ربنا بيستخدمها، والشجاعة والجسارة. فقال له انت المسيح. طبعا في القديس متى قالها بالتفصيل اكتر بقى، قال له انت هو المسيح ابن الله الحي، انت هو المسيح ابن الله الحي. فرد عليه ربنا يسوع وقال له طوباك يا سمعان ابن يونة، لأن لحما ودما لم يعلن لك هذا، بل أبي الذي في السماوات هو اللي أعلن لك. فده كان إعلان إلهي، إعلان بالحق، إعلان بالحق. إيه هو الحق؟ إن المتجسد ده هو المسيح ابن الله الحي، الإنسان اللي واقف قدامهم ده هو الله الظاهر في الجسد، ابن الله، نور من نور، هو الله وابن الله. فانتهرهم كان لا يقولوا لأحد عنه، قالوهم ما تقولوش دلوقتي حاجة، بس أنا يهمني أطمن على إيمانكم، يهمني أطمن على إيمانكم.
ربنا يهمه جدا ان اولاده اللي حواليه يبقى ايمانهم قوي وثابت وراسخ جوه قلبهم، مفيش حاجه تهزهم. اللي بره كتير منهم تلاقي زي الايه، القصبه اللي تحركها الريح، شويه كده وشويه كده، ماشيين مع التيار. النهارده الميديا والكلام، تلاقي ده بيروح يمين وده بيروح شمال، وكل واحد بيفتي ويقول، وفي ناس طبعا وراءها اجندات، عايزه يعني بتدافع عن حد، بتدافع عن مصالح، مش بيدافعوا عن الحق. ولاد ربنا، ربنا يسوع يهمه جدا ولاده يكونوا ماشيين مع الحق، عارفين الحق، عارفين مين هو، عارفين هما تلاميذ مين، المسيح ابن الله الحي. وهي دي الصخرة، صخرة الإيمان اللي بنى عليها ربنا كنيسته، مبنية على الحق، مبنية على صخرة الإيمان بالمسيح. زي ما بقول هنا، وأخذها بسرعة القديس مرقس وقال كده، يعني من غير ما إيه ما يطول فيها زي في إنجيل متى أو لوقا. وبعدين بعد ما اطمن على إيمانهم، بدأ لأول مرة يكلمهم عن إيه؟ عن الصليب. أول مرة يبتدي يكلمهم بوضوح عن الصليب. ما هو الصليب ده صعب، مخيف، تحدي مخيف، عايز واحد إيمانه إيه؟ راسخ قوي. فقبل ما يتكلم عن الصليب حب يطمن على إيه؟ إيمانهم أولا، علشان نشوف هيواجهوا الصليب ولا لا. فابتدأ يعلمهم أن ابن الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وبعد 3 أيام يقوم. زي ما بقول، أول مرة في عدد 31 هنا يبتدي يتكلم على الصليب. شرح الصليب هنا في 3 كلمات: يتألم، يقتل، يرفض ويقتل. يتألم كثيرا ويرفض، وتوصل به ان هو يقتل. طبعا الكلام لسه مش فيهوش تفاصيل، التفاصيل هتيجي ايه بعد كده. كل مرة هيتكلم عن الصليب تاني هيكلمهم 2 3 كمان. المرة الأولى دي كلام عمومي، إن في آلام ورفض وهتنتهي بالموت، لكن افتكروا بقى بعد الموت في إيه؟ قيامة، وبعد 3 أيام إيه؟ يقوم. يعني الموت ده مش المحطة الأخيرة، الصليب مش المحطة الأخيرة، الآلام في حياة ولاد ربنا مش المحطة الأخيرة. زي ما المسيح رفض، اتألم ورفض ومات، المحطة الأخيرة كانت إيه؟ قيامة، قيامة وانتصار. طبعا الكلام صادم، صادم، فبطرس ما قدرش يستحمل. نفس بطرس اللي اندفع وقال أنت المسيح ابن الله الحي، هو اللي إيه؟ بدأ يعترض، هو اللي بدأ يرفض الكلام، أول واحد بدأ يرفض. وقال القول علانية، السيد المسيح بيقوله لهم بوضوح علانية، فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره. أخذه على جنب وقال له بص، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده ما يليقش بيك. طبعا هنا ما فيش أكتر من ينتهره، يعني بيعبر عن مضايقته، يعني بيقول، بيتكلم بحدة شوية معاه. في إنجيل متى قال التفاصيل، قال له حاشاك يا رب، إزاي حاشاك يا رب؟ يعني ده يبقى عار، ده يبقى حاجة لا تليق بالملك، لا تليق بالمسيح ابن الله الحي، إزاي يا ده لا يليق. هو كرامة المسيح هتيجي من البشر؟
مستني الكرامة من الناس. أنت بطرس فاكر إيه؟ هو المسيح ابن الله الحي فعلا، لكن كرامته محفوظة ومجده عظيم سماوي. أمور البشر دي، ده هو جاي علشان ياخد اللعنة عليه، ياخد العار بتاعنا عليه، ياخد المهانة بتاعتنا عليه. دخل علشان، دخل للصليب وللآلام علشان يدوس الموت، علشان يرفع عننا كل الضعفات دي ويسمرها بالصليب. انت مش فاهم حاجة يا بطرس، انت بتدور على المظاهر ولا ايه؟ المظهر كده هيبقى وحش؟ هيتبهدل؟ هيتهان؟ ده لسه ما سمعش عن الصليب حتى، ده قال الموت بس، ما قالش لسه التفاصيل. المسيح قال بس ابن الانسان يتألم كثيرا ويرفض ويموت، فيش لسه التفاصيل. ده الصليب حاجة أصعب بكتير، يعني مش أي موت أصلا. ابتدى ينتهره، يعني يتكلمه بحدة. فالتفت وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس وقائلا، يعني بطرس كان واخده على جنب، فالسيد المسيح خد بطرس كده وكلمه قدام التلاميذ عشان ده موضوع مهم. يمكن يكون التفكير ده بتاع رفض الآلام والإهانة والصليب موجود عند بقية التلاميذ برضه، بس مين اللي جريء وبيتكلم؟ بطرس. فالرد، رده قدام التلاميذ كلهم، وقال له إيه؟ قال له اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بمال الله ولكن بمال الناس. حاجة خطيرة جدا. هل ممكن واحد ياخد إلهام من ربنا؟ يقول لك أبي أعلن لك، وبعدها بشوية الشيطان يستلم لسانه ويتكلم على لسانه؟ أيوه ممكن. عشان كده عايز حرص كبير مننا إن إحنا مش بننطق أي كلمة تيجي على بالنا ممكن تكون الكلمة دي من الشيطان. شهامة؟ هو السيد المسيح شخصها وقال إيه؟ قال له أنت تهتم، لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس. على طول المسيح فاحص القلب، قال له لا، اذهب عني يا شيطان. كلمة دي مش من ربنا، في مظهرها محبة وشهامة وحرص على كرامة المسيح طبعا، في المظهر. نعم أيوة كان قصده كده، ده المظهر من بره، لكن ربنا مش بتاع مظاهر. ولو ربنا كان حافظ على المظهر من بره كنا لسه عبيد وما بقيناش، ما غلبناش الموت. هو ما اهتمش بالمظهر. المسيح احزننا حملها واوجعنا تحملها، ودخل للموت وداسه، ما اعتبرش اي اعتبار للمظهر، ما عطاش اي اهتمام بالمظهر. اللي هيهتم بالمظهر ده مش هيعرف يدخل مع المسيح ولا يشيل الصليب معاه اصلا. الاهتمام بالمظهر، المسيح هنا بيكشف لنا ان ده فكر مش من ربنا، فكر من الشيطان. الشيطان هو اللي يشجع الناس عشان تهتم بالمظهر وبالتالي يهربوا من الصليب. ما هو الاهتمام بالمظهر على طول هيخلي الانسان يبتعد ويتجنب الصليب، يحاول بكل الطرق يعني يتفادى الصليب. البسه كويس، البسه وادقه على ايدي، لكن ادخل للصليب واحمل الصليب كل يوم، هحاول بطريقه او باخرى اتفاداه. لا 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 لا، ده خطر جدا كده، ده شغل الشيطان بقى. يقول لك سيب الباب الضيق ده، انا هوصلك بس تعالى معايا في الباب الواسع. كذاب، مش هيوصل. الباب الواسع مؤدي الى الهلاك.
مؤدي الى الهلاك. مع ان الشيطان ما بيقولش للناس كده، يقول لهم انت مش عايز السعاده والحياه الابديه، تعال لي انا هوصلك، تعال امشي معايا وانا هوصلك، هيوصلوا للهلاك. فالسيد المسيح كان حاسم مع بطرس، قال له كده: اذهب عني يا شيطان، لانك لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس. المظهر اللي قدام الناس والشكل، مش بتهتم باكمال عمل الله وخطته الخلاصيه. انت لسه مش فاهم. الشاطر اللي يهتم بعمل الله وانه يكمل عمل الله وخطته الخلاصيه. وبعدين بقى ايه، راح السيد المسيح مكمل نفس الفكره للناس كلها، ودعا الجمع مع تلاميذه. يعني احنا كانوا الاول التلاميذ بس، جاب بقى الجمع وبدا فتح الموضوع تاني وكمل عليه. وقال له: من اراد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلصها. لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه؟ لان من استحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، فان ابن الانسان يستحي به متى جاء بمجد ابيه مع الملائكه القديسين. انت يا بطرس مش عايزني ادخل للصليب؟ لا، خلي بالك، ده فكر شيطاني. ده انت مش بس لازم تقبل كده، ده انت لازم تشيل الصليب معايا. بس قال المسيح كده ايه، كلمة السر. كلمة السر حطها في بداية الكلام: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر ايه، نفسه. دي كلمة السر، من غيرها مش ممكن حد هيعرف لا يشيل الصليب ولا يكمل السكة ورا المسيح. هيتراجع، هيتراجع بكل تأكيد، ويدور على سكة بتاعت الطريق الواسع. مش هيقدر يكمل طول ما هو مش بينكر نفسه، مش هيقدر يكمل. أبونا بشوي كامل القديس كان يقول كلمة جميلة مش ممكن أنساها، يقول: أولا إنكار الذات ده عمل يومي، ده شغل يومي، ده مجهود وجهاد روحي يومي، ان انا انكر ذاتي في كل موقف وفي كل عمل. تاني حاجة، انكار الذات ده مش بس بيبقى في اول الطريق، ده يبقى طول الطريق. وكمان حاجة مهمة قالها، قال لو واحد ما انكرش ذاته، الذات دي مراوغة وممكن تستخبى، تبقى عاملة زي اللغم المختفي تحت الارض، محدش شايفه. طب بس دوس عليه، يحصل ايه؟ ينفجر فيك، ينفجر فيك. في ناس موجودة كتير، شكلهم حلو واخلاق وادب وذوق وخدام وكل حاجة، وبعدين الذات حية ما انكرهاش، مش بيعمل الشغل بتاعه كل يوم وينكر ذاته. بيحب النصيب الأكبر، بيحب القيادة، بيحب إنه يتريس على الناس، بيحب الأضواء يتشهر، بيحب دايما هو اللي ياخد المتكئات الأولى، بيحب الألقاب، الكرامة من الناس. دي حاجات هيتجنن لو ما خدهاش، يتعب جدا لو ما خدهاش ويدور عليها. بس من بره إيه؟ تواضع وشايل الصليب. اللغم موجود، مجرد بس حد يهوب ناحيته ينفجر، يدمر الدنيا. النوعية دي طبعا مش بتكمل، لأن الذات يقول لك خلاص أنا سايبها لهم، ما قدرونيش، ده أنا عملت معاهم كذا وأنا اللي عملت لهم كذا، وأنا
خلاص مش قعدت بالكنيسة دي. ادي اللي بدأ يمشي ورا المسيح وعايز يشيل الصليب، هيشيل الصليب ازاي وهو ما انكرش ايه ذاته؟ عشان كده السيد المسيح قال لهم لازم، عايزين تبقوا تلاميذي، اول حاجة تنكر ذاتك، تاني حاجة تحمل صليبك، وتالت حاجة ايه؟ تتبعني. انا مش عايز يعني الحتة دي جميلة وهتقودنا في الجزء اللي بعديه كمان، لكن مش عايز اكلفتها لان فيها كلام كتير حلو، فحقف عندها المرة دي يعني، وبعدين نكملها وندخل في الاصحاح التاسع المرة الجاية. يبقى احنا واقفين هنا عند الآية 34، ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين. تفضل. طبعا لازم نتكلم على البصر والإبصار. في البصر وفي الإبصار، حتى لما بيعملوا عملية الواحد فقد العين لازم بيعملوا له سيرابي بعد كده عشان يفهم الإيمج، يبقى عنده الإدراك للرؤية. فالبصر انت بتشوف الحاجة، لكن الإبصار ده هو الإدراك اللي انت بتشوفه، تحليله وفهمه. مش لازم يكون عندك عينين عشان يبقى عندك إبصار. يعني شخصية زي طه حسين كان عنده بصيرة وإبصار غير عادي مع انه أعمى. فالإبصار ده إدراك للشخص وفهم للي بيحصل للي حواليه. جميل، شكرا. المعجزة اللي اتعملت في للرجل الأعمى، هو الموضوع عاوز يقول له أنا الخالق. تتذكروا ابن آدم اتخلق ازاي؟ من طين ومية ومرتفع. فدي عاوز يذكرهم يقول له افهموا أنا الخالق اللي جاي دلوقتي. وبعدها طبعا سأل التلاميذ هتقولوا ايه علي انا بعد هذه المعجزة؟ المفروض كانوا يوصلوا انك انت الله، فكان امتحان ليهم برضه هذه النقطة يعني. بالضبط، جميل. هو احنا المفروض ولاد ربنا المعاشرين ولهم علاقة حية معاه، نظرتهم لي مش زي بقية الناس يعني اللي بيتفرجوا من بره ومتشوشرين، هو ده مين؟ يطلع فلان ولا علان ولا ولاد ربنا لازم يكونوا عارفينه، دول ولاده اللي عايشين معاه، فاختبروه في حياتهم. اي تفضل. كنت عايز اقول ان في معجزه الاعمى دي هو يعني ما طلبش خالص، هو كان في موقف ضعف ان هو اعمى مش شايف، وجايز ما سمعش عن المسيح خالص، التلاميذ هم اللي جابوه للسيد المسيح. لكن في معجزة تانية للأعمى، المولود أعمى كان بيقول يا ابن، أو واحد أعمى تاني كان بيقول يا ابن داود ارحمني. بارتيماوس الأعمى، هتيجي في الإصحاح العاشر. فيعني عايز أعرف الفرق بين إن في ناس بتبقى مريضة مثلا وساعات المسيح السيد المسيح يتحنن عليهم ويشفيهم، وناس تانية بتطلب وتتضرع والسيد المسيح يشفيهم. في كده وفي كده. الراجل الثاني ميزته، احنا طبعا لسه ما دخلناش في القصه بتاعته، بس الراجل الثاني بارتيماوس ده الراجل اولا كان عنده مثابره غير عاديه، واستفاد بالفرصه ان المسيح بيعبر باريحه، وبعدين يقول ابصر وتبعه في الطريق، يعني تحول الى تلميذ لانه عنده الاشتياق وعنده المثابره، في حين الرجل الغلبان ده يعني مجرد قال له روح بيتك، ما تبعوش يعني، روح بيتك وخلاص. فكل واحد على قد مستواه يعني. وفعلا برضو عندي تعليق انه يعني السامريه مثلا السيد المسيح قال لها اذهبي واخبري، وده قال له اذهب بيتك وما تقولش لحد. يعني طبعا ده وضع وده وضع. السامرية كانت هو ما قالهاش حاجة برضو يعني، دي من ضمن الحاجات، هو ما قالهاش حاجة، هي اللي راحت وأخبرت الناس وما قالهاش أي حاجة.
خالص، هو عرفها بنفسه بس. ولحد لما شافته وعرفته قلت له انا عارفه ان في مسيا هيجي، قال لها انا هو. فهي اللي انطلقت، هو ما قالهاش حاجه، لكن هم بعد كده قالوا لها من فضلك احنا مش بس بسبب كلامك نؤمن، لا ده احنا تاكدنا ان هو ده المسيح مخلص العالم، ولسنا بسبب كلامك بس. وطلبوا ان المسيح، قالوا له من فضلك اقعد معنا شويه، فقعد معهم يومين. فدول منفصلين عن اليهود يعني، لكن هو اليهود بوجه عام كان بيقول لهم استنوا. لكن الغرب يعني، الرجل مثلا اللي خرج منه الشياطين في كرة الجدريين قال له اذهب وحدث كم صنع بك الرب ورحمك، دي بلاد أممية، قال له روح بشر وشوف، شوف يعني قد ايه ربنا عمل معاك، بشر بكده. اما اليهود فكان بيقول لهم لا اهدوا اهدوا شويه، كل حاجه ليها وقتها. طيب تفضلوا نصلي. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يا رب يسوع المسيح، من كل قلوبنا نشكرك لانك يا ربي فتحت عينينا علشان نشوفك يا رب ونتطلع إلى السماء. أشكرك على نورك ومحبتك وإعلانك لنا يا ربي بالحق وبالمحبة. ادينا يا رب نحن تتملي قلوبنا من محبتك وتتملي عقولنا بكلامك المنير. ادينا يا رب نحن نشوف عملك يا رب ونتممه، ما نهتمش بما للناس ولا بالمظاهر، لكن بتتميم خطتك يا رب من أجل خلاص نفوس كثيرة. ساعدنا يا رب عشان ننكر ذاتنا كل يوم ونتبعك بكل قلوبنا حاملين الصليب. بركة أمنا ست العذراء وكل قديسيك، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا فما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.